للمزيد تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولا السلامين. ولا أهلا بك معي. قبل الحديث عن الأوضاع في الضفة الغربية، ما هي الأصداء الخاصة بتصريحات نتنياهو ومخطط اجتياح رفح ومن قبله المخطط المتعلق أو المتعلق بإخلاء مدينة رفح وعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة؟ نعم، يعني نتحدث بالبداية عما جرى ما بين لقاء الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية أنتوني بلينكين. وإحدى المواضيع التي تحدث عنها رئيس محمود عباس عن شن قوات الاحتلال عدوان على مدينة رفح الفلسطينية، وقال للرئيس محمود عباس لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه يحذر من عواقب شن هجمات على مدينة رفح، حيث مدينة رفح هي مكتظة بالنازحين كما تحدث زميلي بشير جبر، وتحدث عن أوضاع أيضا النازحين في هذه المدينة الصغيرة التي تبلغ من 55 كيلومتر، يعني هي مساحتها صغيرة جدا وعدد النازحين كبير جدا في هذه المدينة، مما يجعل الفلسطينيين النزوح من مدينة رفح باتجاه الأراضي المصرية، وهذا يعتبر تهجير بحد ذاته، حيث أن الفلسطينيين لا يمكن لهم الرجوع، وكما تحدث بنيامين نتنياهو لا يمكن للفلسطينيين الذهاب من منطقة الجنوب باتجاه الشمال، يعني ذلك الضغط على الفلسطينيين بالنزوح باتجاه سيناء المصرية. وقال أن هذا هو التهجير بحد ذاته، عندما تشن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية هذا يعني ضغط على النازحين بدفعهم للتواجد على الحدود الفلسطينية المصرية. وأيضا الرئاسة الفلسطينية والمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية قال بأنه هذا لا يعفي الإدارة الأمريكية من مسؤوليتها اتجاه النازحين سواء في الشمال والجنوب ووسط قطاع غزة. وأيضا مخطط التهجير ما زال قائم على أولويات نتنياهو، وأيضا هذه الحكومة المتطرفة الذي تدعي أمام العالم أنه لا توجد هناك مخططات في إبادة جماعية أو حتى مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة، ولكن على أرض الواقع عندما تشن الهجوم شمال وجنوب ووسط قطاع غزة هي تضغط على الفلسطينيين لأنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، وتدعوهم على أرض الواقع بالنزوح باتجاه سيناء المصرية. أيضا تحدث رئيس الوزراء دكتور محمد الشتيه بخصوص هذا الموضوع وقال لابد من تدخل عاجل وفوري من قبل مجلس الأمن وأيضا دول العالم للضغط على دولة الاحتلال بعدم شن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية، وذلك لأنها مكتظة بالنازحين. نتحدث عن 1,400,000 فلسطيني نازح من وسط قطاع غزة وأيضا من منطقة الشمال باتجاه مدينة رفح الفلسطينية. طيب، إذا ما تحدثنا عن الاقتحامات بالطبع المتواصلة للجانب الإسرائيلي تحديدا لبلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل واعتقال 14 فلسطينيا والتنكيل بهم واستخدامهم كدروع بشرية، ما هي آخر التفاصيل لديك؟ نعم، ما زالت العملية مستمرة في بلدة بيت أمر جنوب مدينة الخليل، حيث قامت بالفعل باعتقال 14 فلسطينيا على الأقل. جرى هذه العملية العسكرية داخل هذه البلدة، ونتحدث عن سرقة مركبات ومصوغات ذهبية ومالية من داخل بيوت الفلسطينيين، وقامت بلصق ملصقات على جدران المنازل وأيضا على المحلات التجارية، بأن هذه العملية سوف تكون مستمرة جراء أن الفلسطينيين في بلدة بيت أمر قاموا بإلقاء الزجاجات الحارقة على مركبات المستوطنين. أيضا كان هناك أكثر من عملية إطلاق نار منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن على الأبراج العسكرية وأيضا على الكرفانات التي نصبتها قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، مما يعني الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في هذه البلدة. وأيضا تحدث جيش الاحتلال أنه إذا كان هناك مجموعة من الإرهابيين والمخربين حسب ادعائهم سيتم إلقاء القبض عليهم وأيضا اعتقالهم، وبعد ذلك سيكون عمليات لربما اغتيال لبعض المقاومين الفلسطينيين في هذه البلدة. شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولا السلامين، شكرا جزيلا لك.